هاو اوفوليشن ديتكتد او انديكيتور اوف اوفوليشن. ازاي؟ والله بقى هنشوف اللي بايه الطرق اللي ممكن استخدمها عشان اعرف حصل اوفيوليشن ولا لا. اول حاجه خد اندوميتريال بايوبسي. يعني ايه؟ افحص الاندوميتريوم كده بالميكروسكوب، عينه بتاخدها كده اسمها بايوبسي. لو لقيت فيها التغيرات بتاعه السكريتوري فيز، بتاعه ايه؟ السكريتوري فيز، يبقى معناها حصل اوفيوليشن. طبعا هقول كده وتبقى مفهومه بعد كده على طول. يبقى معناها حصل اوفيوليشن وتكوين كوربس لوتيم وافراز بروجسترون، وهو اللي عمل السكريتوري فيز. لو لقيت التشينجز دي يبقى معناها ان حصل اوفيوليشن. طيب ميجرمنت اوف بيزل بولي تمبريتشر، لسه قايل لسعادتك من شويه ان درجه الحراره يقعدوا يقيسوها كده في الست طول الايه؟ الايام، وتبقى طول الدوره. فلو لقينا ان قرب نص الدوره او بعدها شويه زادت بنص درجه كده، دي برضو تشير الى انه ايه؟ انه في اوفيوليشن. بس طبعا لازم يكون في ابسنس اوف ديزيز، مش عيانه بمرض بحمى يعني طبعا، او انفلونزا او حاجه، لا تكون طبيعيه. ولقيت درجه الحراره زادت في النصف الثاني، او يعني بعد النص الدوره كده، يبقى معناها حصل اوفيوليشن. استيميشن اكزامينيشن اوف فاجينال سمير اند ميوكاس فروم ذا يوتراين سيرفيس. انا قلت لحضراتكم بتحصل تشينجز برضو في الفاجينال سيكريشن، وتشينجز في الميوكس اللي موجود في الايه؟ يوتراين سيرفيكس. برضو ناخد عينه من الفاجينال فلويد اسمها فاجينال سمير، يعني لحسه كده على السلايد، او لحسه من الميوكس بتاع اليوتراين سيرفيكس. هتلاقي فيها تشينجز بتحصل مع التغيرات اللي بتحصل في اليوترس، يعني اثناء الفوليكولر فيز، اللي هو ديو تو استروجين بالذات يحصل تشينجز، واثناء السكريتوري فيز اللي هو ديو تو بروجسترون يحصل تشينجز. فلو لقيت التشينجز بتاعت الايه اللي بتحصل في السكريتوري فيز ده، هي تعرف ان اللي بيعمل بروجسترون، يبقى معناها ان حصل اوفيوليشن. استيميشن اوف بلاد جونوتروبيك هرمون ليفل، بالذات ال ال اتش، لو لقيته عالي قوي في النص كده، معناه ان اللي فيه ال اتش سيرج، يشير الى ان فيه اوفيوليشن. استيميشن اوف بروجسترون ليفل في البلازما او الميتابولايت بتاعه اسمه بريجنانديول ان يورين، لقيته عالي قوي في النص الدوره الثاني، يبقى ده يشير الى ان فيه اوفيوليشن وتكوين كوربس لوتيم. اوبزرفيشن اوف فليتنج لور ابدومينال بين، تلاقي فليتنج يعني بيتنطط كده، ممكن يبقى ابدومينال بين، واخد بالك، في الاوفرز، ده نتيجه لايه؟ في الميديال اوف سايكل، ده نتيجه لان الاوفيوليشن اللي حصل بتخرج الاوفم، واخد بالك، ومعاه شويه بلد كده خفيف، يعمل بيريتونيال اريتيشن، بيريتونيال اريتيشن، فيعمل شويه الم في اسفل البطن، برضه يشير، لكن ما هوش اساسي، ممكن الم لاي سبب تاني، لكن كلها اشارات يعني. وبعد اوبزرفيشن اوف ميد سايكليك بليدنج، ده في بعض الستات كده مش كله، في نصف الدوره نتيجه لنقص الاستروجين، واخد بالك، بعد ما حصل ربشه في الجرافيوم فوليكل، واخد بال حضرتك، تلاقي حصل بليدنج شويه بسيط كده يعني. واخيرا ديتكشن اوف اوفيريان ثيرمال تشينجز، يدخلوا كده بعض الالكترودز بتاعت سنسورز كده، زي سيرمو سنسورز، يعني سنسورز تكتشف تغيير في الحراره، سيرمو سنسيف ديفايس، ممكن يدخلوه كده ويوصلوه لحد الايه؟ الاوفرز، ويشافوا لو لقوا درجه حراره الاوفرز واحد من الاوفرزات، معناه ان حصل فيها اوفيوليشن، معناه ان حصل فيها ايه؟ اوفيوليشن طبعا. طبعا قالوا نتيجه الهايبريميا، هايبريميا يعني زياده البلاد سبلاي بروديوسد باي ذا ال اتش سيرج. فكلها حاجات نتيجه لفهمنا ليه السايكل بتحصل ازاي، عشان تعرف حصل اوفيوليشن ولا لا.